أسأل الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية. من أجل تشجيع المبادرات الوطنية في تحويل المنتجات الزراعية، قام السيد محمود علي سعيد وزير الشباب والرياضة وتعزيز ريادة الأعمال بزيارة إلى مهرجان المشروبات السريعة المصنوعة محليا الذي تقام فعالياته في مركز التالينو مانو الثقافي بحي مرسل. عثمان آدم عثمان والورقة التالية. في زيارة مفاجئة قام بها وزير الشباب والرياضة وتعزيز ريادة الأعمال السيد محمود علي سعيد إلى معرض مهرجان المشروبات السريعة المحلية الذي بدأت فعاليته في 30 يونيو الماضي وتستمر حتى 3 يوليو الحالي بمركز تانينو مامنينو للثقافة. وعلى حسب قول الوزير فإن هذه الزيارة تأتي ضمن مبادرة توفير 50,000 وظيفة لائقة للشباب في مجال ريادة الأعمال في إطار مشروع 50,000 أمل فرصة أمل. جينا هنا وشفنا الأخوان القاعدين بصنوا هم ذات أشياء محلية. إن هذا المشروع الذي يشرف عليه وزير الشباب والرياضة وتعزيز ريادة الأعمال سيدعم مثل هذه المشاريع الشباب يضمها. اليوم مواطنين إنهم أفكار ودايرين بصنوا بس لكن ما لقوا الدايم اللازم. والفرصة هسه الرئيس محمد إدريس بيتنو أنطانا لهذا الفرصة دي بس نجيبوها لهم هم عشان بالفرصة دي هم بقدروا بالدائم البلغودة بقدروا بزودوا من البرودكسيون هنام وبقدروا بطوروا لأن أشياء وهذه ناس شفناها مني ده يعني في الدول الآخرة ذاتها ما أزيد من ده. علما بأن مهرجان المشروبات المحلية ستكتشف فيه الابتكارات الشبابية في مجال ريادة الأعمال الخاصة التي تساعد المجتمع التشادي وتقلل مستوى البطالة المتفشية بين الشباب، وتتمثل أغلب المعروضات في إنتاج العصائر والمشروبات من المنتجات المزروعة محليا مثل الحجليج والتمر والأنقارة، مما يعد مساهمة في تحويل المنتجات الزراعية وتعظيم سلاسل القيم. نظم الشباب والمسؤولون التنفيذيون في مقاطعة مون إيلي يوما تفكريا وتشاوريا في مركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية سيفوت، ووضع تحت عنوان الوحدة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي لجيل مون إيلي. المناسبة كانت بحضور المديرة التنفيذية لمركز البحوث والعمل من أجل التنمية السيدة رامة محمد إتوان. من نحن وماذا نمثل وماذا نفعل لتطوير مقاطعة موي إيلي بالرغم من الكثافة البشرية التي نتمتع بها، وما هو مكاننا محليا ووطنيا؟ الكثير من الأسئلة التي تطرح في خلال هذا الملتقى. رئيس اللجنة المنظمة السيد داوغي جوستين قال خلال كلمته الترحيبية إن هذا اليوم التفاكري هو فرصة لخلق ديناميكية بالنسبة للشباب والمديرين التنفيذيين في موي إيلي وبداية للتنمية والأنشطة الاقتصادية الرئيسية وهي الزراعة وتربية الماشية وصيد الأسماك. وتتميز الريف في موي إيلي بالمنطقة الجذابة السياحية، كما أن المنطقة تتمتع ببيئة نباتية وحيوانية وفطرية جيدة. ومن جانبها تطرقت السيدة رامة محمد أطوان المديرة التنفيذية للمركز البحوث والعمل من أجل التنمية إلى أهمية هذا اليوم التفاكري الذي يعود عليه كثيرا في تنمية المنطقة. وسبب الخلام يعني خلونا اجتمعنا اليوم هو لأن عندهم صعوبة في العمل، يعني قاعدين يدرسوا وفي النهاية الشباب عندهم صعوبة في العمل، والتنمية هنت المنطقة كلها مشكلة. في السنين منطقة مو إيلي يعني قاعدة في حالتها، الطريق مشكلة، الماء نظيف صالح للشرب مشكلة، الصحة خلاص الشباب قالوا يعني أنينا نقوم ونساهم. ويبدو هذا الملتقى حلقة من سلسلة اللقاءات التي يقوم بها المركز من أجل جمع أبناء المنطقة وكوادرها وتوحيد صفوفهم والعمل سويا من أجل ازدهار المنطقة ورفاهية أبنائها. ردا على سؤال لقناة تشادفينكات حول إعلان الحكومة التشادية لحالة الطوارئ في مجال التغذية، قال السيد إدريس عبد الكريم خبير المتابعة والتقييم والتخطيط ورئيس مجلس
إدارة الجمعية من أجل العمل الإنساني والتنمية المستدامة إن نداء الحكومة جاء متأخرا والمزارعون في شدة الحاجة إلى الغذاء لأن مخزونهم لا يكفي إلا لستة أشهر. نتابع. اليوم صوبة فانا الجو ما جو في البلد ده بنعرف اليوم واكد بيقولوا إنونداشيو ما إنونداشيو ده أي ما 10 سنة الماء بيسوب زيادة وبيشتت في الهلية وبيطيب على الناس بلانا أي ما 5 سنة ناس بيحسوا كي الماء ما بيسوب زيادة وورا الليل خلا والليل بايم كل بيطيبهم وبيكوساش بيجيب شيء اللي بيقولوا جو وكمامات شرس دون في البلنا ده حكومة بنزم وبيشيل قرار ما برجع وقت صوبات بيجوا قبل أي وقت بيقول ناس بيساودوا ما ممكن حكومة بيشيل هذا بيجودا وبلام ياتوا نازادا كل بيشيفهم كيف المكان في أي مثلا هنينا جنال كتير وقابل مشي ساكت بس في الخدادي ولا بشتت ده حكومة بنزم عشان ناس كيف المشكلة أنا الأكل ما أكل ده ما أي وقت بهم فوقه والأكل في البلد آكل ده ناس كيف بلقوك جايز في العشر تنين شهر وفي العشر تنين ده والنص كي بفضل وبنداس فوق في السنة آخر لكن في بلدنا ناس كان بيهرطوا كي كل ما بلبوا حلا كي بيفوت أنا 6 شهر وستة شهر ده ونادم بيدور باكل في العشر تنين شهر وفي العشر تنين شهر ده الهو اللي جاء في 6 شهر ده بيتكين فوقه عشان بيبيله سكر ولا بيبيله ملا وفي الدمز بتان باكل فوق ده ما ممكن ده حكومة خلي بيفكر عشان شغل ده ما بيشابي أي مواكب بني يقولوا هنينا ديانين تالو ساودونا وكذا كل ما ممكن هنينا من زمان كمان ما نقصروا هنينا جودة كرر بيجي ده نعرفه عشان شنو في شهر 6 بس كريف كما عديل يا شهر 8 ولا شهر 9 كرر جو سنة آخر بيجي ده هنينا نعرفه متى حكومة كي بالنزل بيساودو بجويس وبنزيم عشان خلا ده بيجيب للناس بيأكلهم ولا أم كيف يا ناس بلغوا تيراب ده هسه كم ناس ما أنتم أكل ما بيلتيروا عديل وكمال تهربوا عديل سنة آخر وقول جودة ما أنا قايد وكي ده حكومة خلي بفكر هنا للقدام ده ما برجع واكد ناس خلاص بيحسوا قبل يقوموا بيشيل مسؤولية ما ممكن بقدر بأنتسيبي وللناس أكون بسيلة لهم تابشة بسيلة لهم جو ده هنينا ما شاء الله عندنا ناس أنا إفاودو ساودونا ناس أنا الأمبساد دي فرانس كل ساودونا وبلادا عندنا بارتنالاكا جاكوني كل قابيجي اللي بيسايدينا وخلاص قايدين في اللاكتشات سورتو ده للجماعة تيراب ننتوم قروس كل نصرفهم عشان بيشوفوا عم كيف بلقوا فوق شيء الباكل وعم كيف بيدافوا للتيرابهم عشان بيسوز عملهم بالنجيدي وكي دونك ده هنينا كيف في ده ما قصرنا ونشكروك بطان جدا جدا عشان هنينا كوننا المنظمة ده لنحرك فوق جوه ولنساود فوق المساكين وشكرا عليكم. هدد العمال في مركز الخدمات الجامعية المكلفين بتجهيز الواجبات للطلاب بالدخول في إضراب يوم 2 القادم إذا لم يستلموا مستحقاتهم المتأخرة. وقال السيد محمد صالح علي رئيس اتحاد الوطني للطلاب التاديين بأن الطلاب بدورهم سيدخلون في إضراب إذا نفذ العمال تهديدهم. وفي حديث صحفي قدمه صباح أمس الطلبة من الحكومة الاستجابة الفورية لمطالب هؤلاء العمال. كما نشهد البرستاتير دول اندم دين يعني أورونغ لكفوم اندم يامات جايتالو وخوغم يعني المشاكل كله كملت في وقت في السنون المكاتب السنياتير وشنون بابير كله سنو كمل لهم تفضل المينستر انا الفينانس يمرق بروس انا سياره دبانتيم والمينستر انا الفينانس اخرش ولا ياسا ونزل في ايدين يقولوا كمل هما البنفيسيم داسا لون وشالو ني بدورو اتنان الجاره يسدو يونيفرسيتي يعني ما يسدو يونيفرسيتي يغوفو ما يسو اكل دونك تاني اني لا سينير هنا بيرو ناسيونال انا ايتيديان تشات كله سينير المشاكل ده ولي بيقالنا ما هو اللي يقوفوا من الأكل ما يزورا يعني قاسي عليهم طالب يمر فجر يجي إلا أشي ومن فجر ما يلدي أشي ما يأكل لا قاسي دبوا طلبنا من الغوفرنما قال لي حاول ليكملوا مع المينستر أنا الفينانس ناس قال لي حاول بروس ده ينتم وقرب ده قال لي ما يمشوا لدي كان مش قرب ده الاتدام بس تعبانين واتدام بنفسهم ده سا أي طالب كما يدور قرب يمدى واجهنا وقت عن الامتحانات في الامتحانات يمدى يقولوا
انا سيسيون دول دونك اي طالب ما يدور غريف ما يدور شنو دونك البريستاتور دول كان دخل غريف دا سي كي الطلاب كلهم يدخلوا غريف يعني دا اين ما يدور غريف خاص اننا ثلاث سنين الفاضلة يعني في اليونيفرسيتات كلها غريف ما في شنو اي شغل غريف بيجا ما في يعني كل ما جاي دول انا كله بيجا ما الاستيك دونك دا ندور على الغوفرنمان خلي يقوم بكامل الهمته والمينيستر ديال الفينانس كله خلي لنا زي بكافين بروسيم يعني كان كافان دا هما كلهم ما يقدروا يدخلوا في ما يدخلوا في الغريف دونك هما ناس حاليا دا دارين دو امير ما يبين بروس وبروسيم مالي وما يقدروا يسوى الاكل اللي نظمت مدرسة الشيخ زايد الابتدائية الكائنة بحيفا دوري بالدائرة العاشرة حفل بمناسبة نهاية العام الدراسي عام 2022 عام 2021 وخلال الحفل تم توزيع الشهادات على الثلاث الأوائل في كل فصل دراسي. حضر الحفل أولياء الأمور وأعضاء السلك التعليمي. عمر عوض الرحماوي. معا نربي الأجيال لغد أفضل، بهذا شعار أصدرت ستار مدرسة الشيخ زايد الابتدائي النهاية العام الدراسي لعام 2021-2022 وتوزيع شهادات الفترة الأخيرة وتكريم الثلاث الأوائل من كل فصل دراسي. منال محمد نور أصيل في بداية المناسبة قدمت كلمة شكرت فيها المعلمين على جهودهم الجبارة في تعليم التلاميذ. أنت المشوق والدينان إلى كل أستاذ وأستاذة الذي يحترق كشمعة ليضيء طريقنا نحو العلم والمعرفة، فنحن نقف لهم اليوم مع كل زملائي وزميلاتي وقفة إجلال وتقدير الأستاذ حسن باي من جانبه قدم كلمة باسم أولياء أمور التلاميذ ناشد فيها الآباء غرس السمات الحميدة والاحترام المتبادل لدى التلاميذ قبل تسجيلهم إلى المدرسة. نفسي وإخواني آباء الأمور بالاحترام المتبادل بين الطلاب، لأن الطالب أو التربية الحقيقية تنبثق من البيت ثم تصل إلى المدرسة، لذلك لابد أن توصي أبناءكم وأبناءنا التلاميذ من البيت بالتهلي بالصبر وكذلك الاحترام المتبادل فيما بينهم، كذلك قرص روح التسامح وتقبل الآخر. وفي نهاية الحفل تم توزيع شهادات وجوائز على الثلاث الأوائل المتفوقين من كل فصل. ونذكر بأن مدرسة الشيخ زايد الابتدائية تم تأسيسها في عام 2016 ويدرس فيها 365 تلميذ وتلميذة. طلب الاتحاد الوطني لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في تشاد على لسان الأمين المكلف بالإعلام السيد عبد البنات بضرورة إدماج المعوقين في عملية توظيف 5000 شاب في الوظيفة العامة. جاء ذلك خلال حديث صحفي قدمه صباح اليوم بالمركز الاجتماعي رقم 1. نتابع جزء من حديثه في ميكروفون تشاد بنكات. أنا مكتب وطني التنفيذي عن اجتياز عن جمعيات الأشخاص المعوقين يقبل الرأي الوطني والدولي يعني التوظيف شباب 5000 شباب عن التوظيف العامة على حكومة أهدام ليوظف فوق الشباب ده يعني أشخاص المعوقين كلهم كلها يعني ما ناقصين هم ذاتها يخبروا الحكومة بكون عندهم أشخاص المعوقين بذلوا جهودهم بأي جهة يعني بسوبات اللي واجهوا كي كل الأدب اللي جوا شهاداتهم لكن للتوظيف ده جاي واجه سوبات التوظيف ده يعني ما جاي وظفهم بالكون ده عندهم وادين يسكا جاب بمشوا بحجروا بشنو كده كل اللي عدم التوظيف في وادين دونك داني طلبوا للحكومة
بالعاد على هذا حسب الفرصة اللي وزي فوق 5000 شباب ده عندنا كل نطلبوا عند كابيزا تقلي بوظفهم ينتم كوتا يعني ينتم يعني كوتا معين كده لأشخاص المعوقين كل يوظفهم لتوظيف العامة. مشاهدين الكرام بهذا النبأ ننهي هذه النشرة، أشكركم على كرم المتابعة، أنقل إليكم تحيات فريق العمل، إلى اللقاء.